الجراب تشس، يعني تلقى الجراب تشس في السكين جاي حوالي 20 ملي من الدم في الدقيقة، لما تكون الدرجة بتاعت الرعاة الخلية مالك معقولة نعم، حوالي 23 إلى 30 ملي من الدم جاي أصلا هنا شوار جاي أصلا السكين. وما يحصل أنت تتعرض لهو إذا بطل من الشر خلاص؟ أول حاجة هتحصل بس تتضغط لك شيء. بس إنه ممكن جدا كمية الدم الآن اللي واصل للسكين تكون حوالي 60% من الدم. 4% من هي الشهر تبقى 60% من التكاثر. الكمية مرة ما لها شهر كبيرة جدا. وكيف الحكاية أصلا هتحصل؟ الهايبر سنوس هو اللي حيكون اشارات من الدرجه بتجيب اشارات من الحلم from two sources. في اشارات جايه من السكين من هنا نفسه بتخبر الهايبر سنوس بزي انفايرمنتال ايمج بتولد ودي الطريقه اللي بيعتبرها الهايبر سنوس هنا اشارات انت في السودان ولا في اوروبا ولا دي الطريقه اللي بيعتبرها الهايبر سنوس انت الناس اللي جايه تمشي اشارات من السكين من السكين من هنا بس تمشي على الهايبوثالموس فوق بتكلم الهايبوثالموس اباوت الانفايرمنت بتجي الهايبوثالموس كمان اشارات ثانيه from the internal of the body and you inform the hypothalamus about the corpus of the image. تلقى الهايبوثالموس عنده فكره الدرجه بتاعت الحراره الداخليه والدرجه بتاعت الحراره هنا شوها هو اللي حيعمل هنا شوها البلس اصلا. عشان كده البني ادم عنده المقدره انه يحتفظ بالدرجه بتاعت الحراره الداخليه بتاعته يعني قابل يصير في الفاينل وشو هو مثلا حراره الفاينل ما بعرف شو يعرف شهر بعد كده حراره ما 20 وهكذا. لكن انت الكورب بتاعتك مالها سبب السبب حالي يدري مثلا في مكة يعز الجامعة الحلوة كده الصيف والحرارة حوالي هنا شو 50 درجة مئوية وانت الحرارة عندك فيه هنا شو الناس دي عندهم اشكال ثانية بالذات في الحج بيحصل اشكال في هذا الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قادر يعمل هنا شو ما قادر يعمل بالانس ما عنده عشان يعرفوا الحكاية كويس جدا. الان عايزين نعرف اول حاجة بتحصل شو اول حاجة بتحصل بيحصل في اسمه ايش؟ شو الفكره الاساسيه بتاعت الديزلايزيشن؟ كل ما البلد جاي هنا كتير الطريقه بتاعت الحراره اصلا بتاعت البلد هو اكثر من الطريقه بتاعت السكين البلد حيجيب معه شو؟ حراره كثيره جدا والفيزيكال بروسيس اسمها الديزلايزيشن الحراره اللي نحصل لها نشبهها بتفقد الى الخارج. هو كده؟ الحرارة الآن موجودة وقت لما بيجي ماشي شايل معاه هذه شو الحرارة بواسطة الفيزيكال اللي حرارة بس لها شو بتمشي الخارج مين ده اللي جيش بواسطة الجهة. طيب كيف بيحصل جيش ولا ليش أصلا؟ وأنت كيف تخيل this is the hypothalamus like this this is the hypothalamus and this is here the heat regulating center الشارجي يجي في اشارات هنا نازله من السباينال كورد. السباينال كورد الان ماشي عشان بيغذي هنا شو البلود سيلز. البلود سيلز سموث موسلز البلود سيلز يعني ده احسن من ايه؟ وعينت للدايمتر بتاع البلود سيلز بتاعك تلقاه عامل كده الحاله الطبيعيه ما هو كده؟ ولا هو كده. شو نخليه يكون عامل بهذا الشكل كده؟
انت ما عندك التحكم في العضلات بتاعت العضلات المنسابه على الرئه الدمويه بتاعتك، بتقدر تعملها في المعركه ما تقدرش. مين المتحكم فيها؟ الهرمون بتاع السيستم. ومين المتحكم؟ دي سيستم هرمون بتاع السيستم. دي بس هرمون بتاع السيستم. ومين المتحكم في الهرمون بتاع السيستم؟ الله يبارك فيك. الكروموسوم نفسه جوهره السنتر هنا اسمه سنتر فور ذا ريجوليشن اوف الهرمون بتاع السيستم. عندي سيستم هرمون بتاع السيستم. لو خدت الهرمون بتاع السيستم يطلع كيميكال ترانسميتر هنا البوست كان يدرس بس كثير انا ما بتكلمش عن الكتاب واخذ في سلوله اخذ في الكتاب اساس المشكله يطلع ويطلع كيميكال براس من في هذا المكان بيتحد مع الفا ريسبتس موجوده عند سيرفيس اوف انزيموس مصري كيميكال براس ده عباره عن نوري بنفرين نوري بنفرين لما بيتحد مع الفا ريسبتر بيحصل لك سلايد كونتراكشن انزيموس مصري سلايد This slight contraction of smooth muscle is responsible for the normal diameter of the vessels in the circulation. وكنت جالس الان في المكان طلعت على العين الدويه بتاعتك حاصل عندك كلام عين الدويه في كل الجسم كل واحده جايه يمشوها ان شاء الله تستمر معين في الاسبوع حسب الوضع بتاعك ان الاوعيه الدويه في الجسم بتاعك بل اسبانيا كل جاي على حسب المستوى كله طالع اشارات من الاسبانيا كور سيجمنتس ماشي للاوعيه لعضلات المساء المبطنه في جدار الاوعيه. عند الريستنج كونديشن وانت قاعد في حاله معقوله وملاح البوست جانجيونيك سيمباثيك نيرون ريليزز نورد And that body will interact with the alpha receptors which are present on the surface of the smooth muscle of the muscle. الاتحاد بتاع الورك بنفرين مع الالفا ريسبتورز بنفرين كباو فيري سوايد مصر كونتراكشن and that is responsible for the more than the muscles. يسموه في الفيزيولوجي يسموه سيمباثيك ترون. فهي في الفيزيولوجي اسمها ايش بقى؟ كون يعني حاجه ما لا مستمر ماشي. الله سبحانه وتعالى خلى الحكايه ماشيه مستمره طوالي عشان تحافظ لك على ايش بها؟ عشان تحافظ لك على فهمتك بتاع الوعاء الدموي بتاعك بطريقه طبيعيه. خلص تجيب اشارات كل الحراره يقوم يرسم اشارات للطلبة نيرف سنتر اللي هو قلت لها بصوص يعني التزاور غير بصوص الى زاويه يعني المواخذ تنهيد تقول هاي بصوص اشارات تخبر طبعا بصوص انه الحراره مرتفعه طبعا بصوص نفسه بيتحكم في الجلوس سيستم بنفس الاشارات الاسبايرال كور سيجمنت بتاعت الطلوع الدم السيستم انها توقف فارغة عنها. تعملها له ميديكيشن. تعملها له ميديكيشن بس ليش ما؟ بس ميديكيشن. بس ميديكيشن. شو السنترز الاثنين جنب بعض. الاثنين موجودين في الهايبوثالامس. The heat regulating center موجود في الهايبوثالامس والكنترول بتاع الاوتونوم الدرب سيستم موجود في الهايبوثالامس الاشارات اللي بتجي للهيت ريجوليتنج سنتر بتخبر الهايبوثالامس عن درجه بعض الحراره وهكذا بتمشي طوالي بعد ذلك على هي ايش بها؟ على الاوتونوم اذا كانت الدنيا برد خلاص مش هنحل اذا كانت الدنيا حر الطريقه اللي بيحصل فيها ايش بها؟ بيحصل جزء تشوفوا عند الناس لون زي لا الزرقاء شديد وش بتقول ايش بها؟ احمر بس كله بس زي الإشعاع اللي هي بس بروح حرام
وانت تمشي تجلس في الشمس عشان تكسب حرارة تجيك الحرارة عشان يكون عندي حرارة الدنيا كيف تكسبها؟ الأشعة الأشعة بتاعت الشمس الجاية الساقطة عليك اللي هي تدرك الإشباه وكذلك أنت حاطط عليك الإشباه أشعة This is one way. يا هم واحدة فيهم. في اثنين تانيين حصلوا لي من نية التريبية. ننسى التعليم. حصل؟ حصل الفاصل الانتشار. شو السؤال اللي ممكن تحصل؟ What is the way to question? لأن احنا ممكن نوصل يعني ها؟ ها؟ ممكن السؤال المنطقي اللي انت سمعت الكلام ممكن تحصل شو؟
كوزميتيك ماسك كوزميتيك حلاوه سبيكتنج طعمه زاد ولا لا لا ها سبيكتنج الناس مش احسن 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 طبعا this is just for verification ما في سيمي بهيرة ما في سيمي بهيرة بس بالجهاز فوق باقي كل سيمي اللي حاد كان من دي نص سيمي تاني ما كان بس أنا عملنا كده اللي طالع هيد ما عندنا في بعض واحد ما شاء الله بس كده واحد ما شاء الله ليش ما ليش بس بس كل سيمي اللي حاد كده تبع بس تيجي إشاراتي اللي نص الطريقة هيطلع كم كده تواصل من هذا المكان متحد مع الريسبتورز موجودة هنا اسمي من ليش دعك ولا عليه ليش وها حتى اللي يسوي تبي تتعب لكن انت لو طلعت في الخارج ما هتعب هتعب مثل لو هتمشي من هنا لحد تيجي الكليه هناك على الجيري هتتجه ليش وها ليه او انت جالس في مكانك لكن هنا شو ها الحراره زي تبتدي ليش وها من اول مثل حسنا تعب تقدر تدي هنا شو هذا؟ فكرة على في المهم من تقدر تدي شو وما يخل حرارة تدي Sputting is not for regulation of body water Sputting is for regulation of cold body temperature كمان ضرر عند نفسه العرق ليس لتنظيم مستوى الماء في الجسم إنما لتنظيم الأشياء درجة الحرارة لانك انت لو عندك كميات كبيره من المويه في جسمك وعاوز تتخلص منها ما يمديك تقول هي بس فات جلاس ها شو انت ما يحصل لك اسودي الا الواحد بعد اسودي عارف زي ما قلت انت كان بريتش اكسيد انستنت اوف ديجري سيلسيوس وذ ذا بوديز برودوسينج ايش تو هاف ام شو نوبا الحراره نزلت نزلت انت واجد مثلا مستند النص قبل ما تصل المحطة شفت النص من هناك جاي وانت تعبت طلعت تعمل هنا شو ها؟ انت ايه؟ تدري حرارة كنت لابس هيك تقول لي عبر ما يستويت ها؟ وكل بقيت كله لابس تجي تجي وتخش النص تلاقي نفسك هنا شو ها؟ حرارة 30 ولا 30 حرارة؟ حرارة وين؟ اوروبا يعني اذا جيت عدد الحركة بتاعتها بيلعب مجهول يعرف ولا ما يعرف والحرارة والرخم نعم والبعيد والمفرجين قاعدين يعرفوا المفرجين ما يعرفوا مش كده لكن لكن انت تقول يوزنج هل يشبهها؟ لما تقول يوم طوال بعد كده ويمشي بالخطوة الثانية بس انا اسوي هاي القصة بس نفسه اللي عنده معلومات الحرارة زيها بس الإشارات تطلب من البصيستي والآن المتحكم هنا في جوها خروج العرق لا يكفي لتوصيل الحرارة إلا إذا العرق ده لازم يرجع يتبخر لازم يحصل يبقى بمشي كون التعرض لايش زاد الفيزيولوجي غلط جدا تشير المدير ده صحيح ايش بها العرض يا جماعه الفيزيولوجي هو ما اسمه هو اللي زبط هاي هو اللي زبط بس هنا هنا بيجوا ثلاثة دكاترة ويجي هو اللي حابس مش من الورقة بتاعته عنده عادي عارفين ايه في الورقة عندنا الورقة تحت مني هو اللي عنده نرجع للطريقة صحيحة ولا صحيحة؟ بس لكن نغير المسألة على الأساس ممكن جدا نعمل لها شبهة ممكن هي شبهة طيب هو ناجح لكن ما شوية نطلع المدير ومسح الأرض ايش تعرف تسوي؟ لانك المفروض تنتظر العرض عشان يحصل له الاشتهاء يحصل له وسالوها في البول الجبريشة ما يقوم بصر اذا قلنا غلطانين انه يعني استفزاني قاعد يمشي معاه مساحه صعبه جدا
قافل العرب تعالى استفزاز بالنسبة لي. نعم نعم لازم ولا عملية دي في شدة توقف العرب ليش انت حس دابدي شو بقى هو في حاجة شديدة انت عقان اكيد حس دابدي انت الأفضاي دمو كيف أفضاي كيف بال تحسنون تماماً تماماً من ذلك المتعب وكتب عكس الله يجب أن يتفق عن كيف عشان يجب أن يجب أن يشتغل أكيد؟ حسبي بغاوة بالي جدا ليه؟ لأنه العرب عشان يتبخر تبخر في الكيم في الفيزياء معناته التعود من الحالة السائلة الحالة الغازية زي تخطيك تعمل شيء إيش بتجع على النار؟ هو إيش هيحصل لها؟ طالع جاي بقى شنو؟ بتاع شنو؟ مويه. طيب اللي هو مويه؟ مويه نعم. من عين تحولت؟ سائل. وايش تحول من سائل الغاز؟ الحرارة. الحرارة موجودة فين؟ تلقى الحرارة موجودة عندك أنت كمان حتحول المويه من سائل الغاز. كل ما تبخر ملي واحد بس. ملي واحد. ملي واحد من النسبة بشيء معاه 0.5 كيلو كالوري كثير يقول شيء ملي واحد بس من الاسمنت عشان تعمل له تبخر بشيء معاه اكثر من نص كيلو كالوري يعني تعرقت لتر هتتخلص من كم كيلو كالوري لتر واحد نص اكثر كم يعني اكثر من 500 كيلو كم لترين اطلع معك لترين في وين الاشكال عشان التبخر يحصل يعتمد على الهيوميديتي الجو اللي انت عايش فيه مش يعني الرطوبة عالية الناس بتعرف لكن هيك شو هذا ما معصب في جدة مثلا على سبيل المثال المدينة القريبة من جدة من البحر طوالي الناحية الثانية في السودان طوالي يعني الشام طوالي مدينة اسمها أورسودان نفس الجو بتاع زي تمام زي هيك شو هذا زي جدة هو عطوه ولا عادي ممكن تطلع المسلسل في نوايا تجري شو هذا لانه عشان يتبخر لازم الهيوميديتي ها الهيوميديتي تكون عالية هذا هو الرطوبة عالية الجريدينت الطلوع حيكون مالو الرطوبة موجودة البخار حسب ما يشبهها حيطلع طوال هيك شيء السؤال الثاني نفس السؤال النسبة هيكفي جايز ما يكفي جايز حسب الحال حسب الحال إلى أي مدى الحرارة يشتوها عالية إلى أي مدى أنت قاعد تعمل هنا في شتوها من فيزيكا العادية الحرارة نسبة والبودي الآن وصلنا وسط السوق تمشي لحد الأجل اللي قد تزيد السرعة بعد والسنتر المتحكم في التنفس كذلك موجود في الهيدروستاتس. لحد ما موجود في الهيدروستاتس. ونفس الحكاية يمكن هيتصرف الآن هيرسل إشارات للريسبيراتوري سنتر اللي موجود برضه في الهيدروستاتس نفسه. إشارات للريجليتنج سنتر بعد ما يروح للريسبيراتوري سنتر وبعدين حيمشي بس هيمشوها للعضلات يعني. بدي انت تعمل ايش هو هذا؟ زين هايبر فنتيليشن طالع ده عباره عن فيلم بخار بيعمل ايه؟ طالع ده ما فيه شنو هذا؟ نفس الفيلم فيه شنو هذا؟ فيه بخار بتاع مويه وكيف يبقى بخار؟ من الحراره اللي موجوده وعنده نفس الفكره بتاعت ايش هو هذا؟ الفكره بتاعت الاسلام نعم؟ الفكره بتاعت الاسلام
ليس الليمتيشن هذا هاي الداتا اللي هتحصل عباره عن هايبر ليمتيشن. الجو البارد البخاري يطلع مرات بيشوف بيتكلم مثلا بيطلع الان ما بيشوف ها ما بيشوف لانه البخار بتاع نوع البخار بعد في جو بارد بيحصلوا له شو من التكسير بيحصلوا له كونسيشن بعد ما بيشوف يبقى حراره ما يعني ما هي زي ما بدي في المجتمع ضغط كده بيطلع البخار لكن يدهن شو كيف ما بيشوف بدي كثير تحصل لك لما تشوفها نوع من الاكل لكن البيشنت فور اكزامبل عنده فوت ريسبايرت اتاك انفكشن على سبيل المثال بيعمل هايبر ويندو فيفر ها بيقول بيعمل ايش بقى؟ هايبر فانتليشن عشان مع هايبر فانتليشن وضع الجهاز يقول البخار يقول ممكن يسوي شو الحراره اصلا ممكن جدا الهايبر فانتليشن ده كمان يكون سبب في نقصان المويه عنده يعني احد الكيمياء برضه من المويه لذلك بنراعي انه ما نعالج الانفكشن بس كمان نديه له شو سوائل هذا مو فقط كميات كبيرة شوها من الموت يا أستاذ عندها في هيك دي ثلاثة وسائل تكلم بعز الجنة وعلا عشان أنت تصل بها الحرارة بتاعت الفيديو الكلمة مثلا بوكس ما عنده مسؤول ناس الكلمة ما عنده مسؤول ناس قدر على الكلمة كيف على الكلمة شفت ليه جد شفت كيف اصلا جدا ها شفت كيف على جد كيف على جد على جد تم الاعتماد اساس على شو؟ دائما تتجاوز شو ها؟ دي بيرسم ما مش بيرسم ها؟ بيرسم ما مش بيرسم وتو دانس ولا يسالوا شو كده؟ يس دي الآلية الأساسية بالنسبة له عشان يبقى له شو هذا؟ من ما عنده شو بس؟ ما عنده في الطعام مثل مكبر الكلب تحمل عليه ينهس أو تكبر ينهس هذا مثل القول اللي لا تكبر بهذا وخصوصا القصص معنا صلى الله عليه وسلم لا تكبر بهذا لا تكبر بهذا لا تكبر بهذا ليش نزل الكلام ده عندما كنت يفعل الله شو الحالة الأولانية؟ كثيرين جدا ونصحهم يجلسوا مع أخوانهم هو الحس في سلالة ودعوة مثلا كان في الحج بعرف انه هي واحد اسمه عيديني وبعد انه شاكر معه يجلسوا معه شافوا تجي حالة سواء العرض قبل الشمس يوتيوب سكوب وحيد هاي فايروس فايروس هي معناتها هي هاي فايروس بايو جينز معناتها مواد تستمر الدفاع مع يا جماعه الدفاع مع فايروس يعني فايروس وش يقول لك فايروس يا اوف انون اوريجن ليش عند الحكومه مجهوله في الحكومه بس ناس كثير عندهم فايركسي هنا شو ها؟ النور اورين فيبو ليش اللي عنده فيبو احنا ما عارفين هنا شو ها؟ وديش اللي هي مش واقف جدا وصار شاب وحيدي ليش اللي فزعها دي الاشكال بتاع اصل الغيب بيقول هي الكيوريتنج سنتر في المصنص بالذات الاشارات الماشيه اللي اسمها كلاس امر طبيعي عشان ده المشكله الاساسيه يعني كون المصنص بيرسل اشارات الاسود كلاس عشان تزيد الاسود بتاعه اشارات او قليله هي ريكوريتنج سنترز انت هاك وصار بس بارتيكولر اللي بعيد بس بين بالنسبه لي لا صعب لونج اوف ريتنج السبب يعني
تمشي اكثر وتمشي الحراسه ليش ما ترتفع وترجع تعمل شنو ها؟ دمج كمان
that requires the conditions very serious. وخدها معلومة في راسك مهمة جدا. شفت لو انت تعرضت لارتفاع في الحرارة for few minutes هذا كافي جدا عشان تعمل irreversible damage. حتى لو الحرارة بعدك رجع يكون في حصل دائما اسمها حصل دائما اسمها الخطورة بتاعت الموضوع. عشان كده يكون الهدف الاساسي انك انت تلور ذا كور بودي تمبريشر از ها كويك از بسرعة شديدة. دي الأساسية إنه أصلاً الهيت الولادة تسدر فوق خلال والحرارة الجاية الزايدة دي is inducing more هنا شوها more damage to the heat of the لما يحصل more damage to the heat of the center تكون الكور بول اللي بيحصل لها هنا شوها وازدياد كمان تعمل هنا شوها more damage. تعمل بيها شباب رجعت الكورب اللي تبني شباب الخوف من المدربين في الحج يكون التارجت الاساسي بتاعه انه تدور الكورب اللي تبني شباب وعلى هذا الاساس غير من البيشن بكل الفيفا بكل النيورولوجيكال مانفستيشنز عنده علامات بتدل على انه في خلل في شبهه في الخلايا العصبيه اللي موجوده عند الدرس مثل البيشن شوية بعصب نعمل الريفيسنس لا وده عندي في حاجتين اثنين ممكن يعملوا الحاجة الأولانية يغطسوه في مويه بارده سبليشن البوم أو تأبلاي آيس باكس واحد تحت ايس باكس ها يقطع كيس تحت البحرين وطالب في العزيمة وطالب في البوبايس اللي هي في هذه الأماكن في التلفزيون دي طريقة واحدة هي هذه ولا هي تعتبر حاجة. الحاجة الثانية ممتازة جدا خلال كل سنة برش على الموية يصير شوية وصلت على الوجه بقى مرة واحدة نسميها سبرينج سبانينج على الطريقة الثانية وبتلاحظ بيخو في المنطقة هنا بيعمل يشوف بيقول طيارات طبعا بتاع الهواء حار
ها طبقة بتاع تواه حارة موجودة بروح أبقى عمليها مش مرحبا تشيلة هنا حتدي فرصة يا الحرارة يجي ويحصل عليها مش مرحبا تضغط تشيلة هنا مش مرحبا تخرج حتدي فرصة يا الهواء الغرفة أصلا ما فيها هواء بروح أبقى لها ما تخرج جيب غرفة وقفيلة وشغل المروحة ما تخدم في شيء ما بتخدم في حاجة وروح تشيل طبقة بتاعت هواء حارة بتاع مدارك دي اسمين بيشبهها بطبقة بتاعت هواء بارد درجة الحرارة بتاعت التريق بتاعت الحرارة بتاعت اللي شبهها يعني شيل روحها في شبه جهنم مثلا جاي بس استحمل لك ايش تعمل حاجة ما تعمل لك طبقة بتاعت الهواء الموجودة هنا الآن في جسمك من الحرارة الموجودة عندك أنت أصلا بروح تعيش هتعمل لها هتشيل أنت في بيري بليز ماشيو بعد موجودة وين بعدين في الغرفة الدرجة بتاعت الحرارة بتاعت الغرفة أصلا يعني هل يعطى للمرة حطتك في درجة بتاعت الحرارة أقل من بتاعت الغرفة ما بس كل اللي هتعمله الهواء الموجود هتعمله من إيش بها هتجيب لك غرفة ليك هنا عشان هو البارد وجوه سخن يكون الحرارة ترجع تصل إلى الجنب تطلع أنت بعد ذلك ما عندك اسمه كونفكشن ديجراديشن جاء وفي واحدة تانية حاولوا بعدين هو كده المناسب هو كده المناسب حسب بدي اسمه هنا اسمها كونفكشن بتخدم الفاني دي الهيتين الآن هتكون طالعة وهي اللي شوها هي اللي شوها ويز ليه بنتوش عليهم مثل الوهيدة لأن مستوميشة في القوم هو تريد المشكلة طب عايز باكس طبعا المشكلة لأن الحرارة المنخفضة بتعمل كونستريشن تؤدي الى انقباض والانقباض في الاوعيه الدمويه هيعوق المجيء بتاع الدم الى هنا شنوها الى الاسكيل وبالتالي الفيزيكال بروسيس اللي حتكون هنا شنوها هتكون معاك لذلك لما نعمل سبميشن بس كده سريع عشان ليه نعمله سريع؟ لو نعتبر انه مسافه طويله هيحصل شنو؟ وهيضيع المسافه. نجيب الهواء هنا من شويه داخليه عشان تجيب الفيصل اللي شبهها. تجيب الهواء هنا شنو؟ بعدك نعمل شنو؟ تجي المربع تشيل هنا شنو؟ تشيل الطاوله الموجوده هنا وتخلي البر هنا شويه الحراره تكون احسن وبعدك احسن هنا شنو؟ هيت اكزوستشن الهيت ريجوليتنج سنتر شغاله لكن اللي ما بقاش مكان بس بيكوز اوف ذا هيوميديتي رطوبه كده رطوبه الجو هنا عاليه دي اسمها هيت اكزوستشن وعاليه نفس المعاليه ما فيش بس الاشكال شو؟ انه بيحصل لكن ما بيحصل لي ايش ما بيحصل لي فابريشن لذلك تجد ان عنده هيت اكزوستشن خلاص؟ عنده هيت اكزوستشن سويت شغال يطلع لكنه ما بيحصل له شنو ها؟ ما بيحصل له اي شيء. عنده هيت ستروك لو كان كمان فيه هيوميديتي اقول مشكله كبيره. بعدين الاثنين بيحكي يا شباب. حراره عاليه والهيوميديتي كذلك يا شباب. الهيوميديتي كذلك عاليه. والسجن لو على قادر يا اخي خلي النازل يفكي في الجو يا شباب. يقول لي ما الناس ما قاعد يشوفون لا ممكن جدا اللي هو هواء ما في معه الهواء اصلا هو ما حيجي ممكن الهواء ممكن الفرق بين الاثنين اللي شو؟ يعني في الهيت ستروك ذا هيت ريجوليتنج سنترز ار نوت اوبريتنج هو شغال اصلا
كان شغالنا كثير ما في الاوبريشن. الهيد ريجوليتري سنترز ار وركينج بس ار نوت افيشنت ار نوت افكتيف. ممكن نسميهم ان افكتيف سيرمو ريجوليشن. تسميه من يعني كتب ما كلامك. ان افكتيف يعني شنو هذا؟ سيرمو ريجوليشن على القياس اللي يبدا بالوزن. من الـ ineffective erythropoiesis اللي حتسمعوا بكره في الدنيا. حتسمعوا كثير اللي يسمع الكلام كله بكره اللي راجع عليه الاخرين. ineffective erythropoiesis. انا الكلمه دي في الكتاب ما اشوفها. انا واخدها بالقياس من الـ ineffective erythropoiesis اللي هو الوزن اللي هو وكانتيريال كله دايع وكانتيريال كله كلام كويس. مثلا ineffective erythropoiesis يعني في برودكشن بتاع ار ديزيز لكن هنا شبه مالو هنا في سيرفو ريجوليشن حاصل لكن هنا شبه العالم طلع ولا ما طلع؟ طلع المفروض رجع عليه بالظبط اللي ما شفته يقول عاد اي شيء من العالم ما طلع عليه لكن هو هذا ما دخل. انا كنت سميته ineffective سيرفو ريجوليشن. الفيتشا ما جاي. ما قاعد الفيتشا انت ما كنت ما كنت بالضروره ما حيكون شنو هذا؟ ترايب لان الاسوتنج هي شنو هذا؟ قاعد يشوف بس الكميه بتاعت الاسوتنج الكثير الطالعه ممكن تعملون وصلات الاكسراسير الفريد فوليوم وممكن تؤدي الى هايبوتنشن ويحصل له مشاكل في التفكير في التركيز وهكذا. يعني المشاكل اللي حاصل في التركيز وفي التصرفات بتاعته وكذا ما بس التمشي اللي حاصل في النيروس اللي بسوي فيه شنو هذا؟ الوصلات بتاع الاكسراسير الفريد فوليوم اللي حينقص طبعا اللي شو ها؟ الغصه الطالب تفهم اورجز من ضمن شو ها؟ من ضمن البريد فما بيستغرب لو برضه يجي ولا عنده صباع دايز ما مركز كويس ماني لكن اكشوال تمشي النيروس اللي شو ها؟ ما حصل لانه الحراره ما فاتت شنو؟ شو قال لي مين؟ قلت لك الحج الاشياء الاساسيه في الجيوب يعني البيكنز البيكنز الخباز يعمل خبز شفت ال فرن الجوع ذكر جهنم طوالي جاء صار مجيد لي ايش تلقيت ها وبعدين واقف وتلقاه لابس مثلا وجسمه من هذا شو هذا مو كل ما عرفه اكسرسايز صعب جدا شيء مشغل شو هذا اللور ليمب مشغل ليش ما اللور ليمب مشغل عضلات كل العضلات شغاله وشيل والحراره مالها عالي جدا يطلع كميات كبيره جدا طبعا كمية كبيرة جدا مصر وهو شو بيعمل؟ يمشي يجيب كاسة بتاعت ليش ما كاسة طاسة طاسة بتاعت ليش مهم موية بارد نعم ويروح يشرب نعم وش يحصل له الغواض الان الموية شري وجه حتخفض الصوديوم كمان اكثر ونقص الصوديوم كمان هو ما عارف ما عارف يمشي يشرب موية لو عطشان
يشرب، ولما يشرب مويه هيبعد الصوديوم جوه هنا في الهرم بيخففه كمان اكثر. والحكايه كلها المساله كلها بيسوي هنا في الهرم بيسوي مصنفات عشان كده بقول له يا اخي ايش تعمل؟ المويه خد فيها ملح ما حيقدر ان الله لا ايش تسوي بها؟ خد فيها ملح وبعدين ايش تبغى؟ واشربها تكون هنا هو بيتكلم بالوضع يا دكتور يا اخي اللي وجع أنا في الغالب ما أعرف نسوي في الغالب الصوديوم طلع قدر ما يطلع الصوديوم يكون جوا فيه نشوفها في بوتاسيوم كبير البوتاسيوم لما يكون موجود في نسبة كبيرة بيأثر في الكفاءة بتاعت البوتاسيوم بتاعت السكريبت المصري وتكون مسحوبة به نشوفها بيبين ويبينس ليس بلاك كرامز معناته بيرفول اسبازمز اسبازم على كونتراكشنز على بيرفول موجوده هنا في اللور لين موجوده في شوها في الابر لين في شوها موجوده في الابر لين السبب الاساسي مصطود بالمشي لانه قدر ما يطلع غير تحصل عندما عارف الحقيقه يعني لازم اسمعه لكن يبدو انه والله اعلم قدر ما يطلع الصوت بجوه كل البوتاسيوم في شوها في بوكس وخط في المدينة هاي اسمها هايبر كاليمي كيلي شوها بريوديكا باراليسيس وفي هايبو كاليمي كوات بريوديكا باراليسيس أي خلل في ولو كان البوتاسيوم رايح يزيد وراح ينقص العضلات حيصل فيها ليش لها؟ بس ها؟ ها؟ تريتمنت بس هو ياخذ وقت يعمل بس يا اهم حاجه. ايوه نعم المفضل من عنده يشرب. لانه قدر لانه يشرب مويه لحاله هيعمل مور اند مور دايلوشن للصوديوم بالتالي البوتاسيوم يحصل له ايش بقى؟ زياده تحصل لها بوتاس اوكي؟ ها؟ طيب دي صار في الهايبر مكان كويس جدا بين لا يزيد وبين كل مشاكل كله دكتور بعد ما ها؟ ها؟ ما